ومن هنا يأتي تنظيم مناسبة هذا المساء بعنوان المنتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي. نحن فخورون بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بأن نكون حقيقة المنصة التي من خلالها يتم مثل هذا الحوار في قضية محورية ارتبطت في اليوم العالمي لحقوق الإنسان. أكرر شكري مرة أخرى للحقيقة المركز الملك عبد العزيز لإقامة هذا الملتقى المتميز المهم وفي وقت مهم جداً.